السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. قراءه جديده وحصريه ولازم تركز فيها كويس جدا. اهدى لي بقى وهدي اعصابك الفتره دي خالص عشان في اخبار جديده او في توقعات باذن الله هتكون فيها بعض التغيرات وبعض الانفراجات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طريق، والطريق ده قريب جدا هيتفتح قدامكم وباذن الله هيكون خير، وفي مساعده، في مساعده من حد هيساعدكم، حد هيقف معاكم وهيقول لكم ان انا جنبكم واتكلوا على الله. ممكن كمان يدعمكم في فلوس، ممكن يدعمكم في ماديات. بص هنا، انت عندك حرف الالف، عندك حرف العين، عندك حرف الحاء، عندك حرف الواو والسين. دول حروف موجودين في حياتك. انزلوا لي في الكومنتات وقولوا لي الحروف دي بتعمل ايه في حياتكم. بسم الله ما شاء الله. طيب الاعداء، الاعداء اللي في حياتك هم اللي من دمك ولحمك، ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا انت بتعاني منها. انت ولا لاقي صديق ولا لاقي حبيب ولا لاقيين اخ مناسب حتى يقف معاكم ويدعمكم. بس ما تقلقش، على قد الضيق والخنقة اللي انت فيها على قد ما هيكون في انفراجات حلوة. بس انا شايفة القلب بيدق، عندك قلبك بيدق، قلبك فيه كمية اشتياق، او نفسك تقول لحد وحشتني، نفسك تعبر عن مشاعرك لحد، نفسك تتكلم. خلاص اتخنقت، مش قادر تاخد نفسك، تعبت، حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك. الدنيا جاية عليك علشان انت سلمت للدنيا. انت خدت قرارات غلط في حياتك، والقرارات الغلط دي هي اللي انت حاليا بتعاني بسبب طيبة قلبك. هي طيبة قلبك اللي عملت فيك كده. طيبة قلبك خلتك دخلت شخص خاين كذاب، نصب عليك وخد منك فلوس، خد منك ذهب، خد منك حاجات كتيرة جدا في حياتك. ومش كده وبس، كمان ده بهدلك. علشان انت سلمت له، انتوا سلمتوا له ليه؟ ده انتوا معروفين عنكم ان انتوا حكيمين في تصرفاتكم، بس بتستسلموا الايام دي بسبب حالة الاكتئاب اللي انتوا فيها. انتوا دخلتوا في مرحلة العزلة التامة عن حياتكم. بس انت عندك انفراجات حلوة باذن الله. وعندك كمان هنا هتعرف الناس اللي عملوا لك الاسحار وظلموك وكسروا بخاطرك الايام اللي جاية. ليه؟ علشان خاطر خلاص تعبت. انت اعلنت حربك او ناوي تعلن حربك. المهم ان انت ناوي تحط تنقط على حروف وتبعد عن الحرباية البومة الست اللي قعدالك وبتحاول تأذي فيك وبتخرب بيتك. في كمان هنا واحدة كانت عاملة صديقة وعاملة حبيبة، دخلت بيتك استغلت كل نقطة في بيتك، وده غلط منك. انت بتقول ان انا حظ قليل. انت ما دخلتش في علم الغيب علشان تقول ان انا حظ قليل. حظك حلو، بس الضغط اللي عليك مخليك مش شايف ايه اللي انت فيه. انت من المشكله بتاعتك ان انت شايف بتدي الموضوع اكبر من حجمه وشايل مسؤوليه كبيره. مين؟ الجاره اللي قاعده ومرصوده اهي بتغير منك ومش سايباك في حالك. واحدة من الجيران، الست دي بتحاول دايما كده تداري نفسها، بتحاول كده تبين ان هي مفيش زيها، بس هي انسانة مش كويسة. اقول لكم على حاجة، انتوا هنا في علاقة، العلاقة دي شخص اناني، شخص نرجسي، او حد كده مش كويس. يعني انا انصحكم ان انتوا تبعدوا عنه فورا. هو الشخص ده في نفور بينكم وما بين بعض، الشخص ده بيحب نفسه اكتر، ولو كملتوا معاه العلاقه او فضلتوا معاه انتوا اللي هتتعبوا جدا وهتشيلوا الليله كلها. انتوا بقالكم سنين منتظرين، فما تجوش في ثانيه تضيعوا طاقه الانتظار اللي انتوا فيها. بسم الله ما شاء الله. عندك هنا حاجه هتحصل الايام اللي جايه، هيبقى فيها
هيبقى مكالمة حلوة انتوا مستنيينها، لقاء حلو انت مستنيينه، الله اعلم انت عندك ايه. في كمان هنا اخ، الاخ ده او اهل، يعني في حد، في حاجة انتوا مش فاهمينها، يعني في نقط على حروف انتوا عايزين تفهموها. انتوا في مشكلة عندكم على ورث بينكم ما بين اهل، في مشكلة عندكم عايزين تحلوها، عايزين تعملوا قعدة وتحلوها. انا شايفة كلام، شايفة مواضيع بتتفتح عندكم الايام اللي جاية من بعد الحيرة والتعب اللي انتوا بتعانوا منه. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله، حب جديد، يعني في مواضيع انت عقلك الباطن بيتهيأ لك حاجات كتيرة جدا، العقل عندك بيتهيأ لك حاجات كتيرة جدا، عندك طاقات تفكير رهيبة، التفكير ده كله انت مش قادر تتخلص منه. ومش كده وبس، كمان انت عندك خوف وعصبية زايدة. في سفر مفاجئ هيحصل عندك، السفر ده انت مش هتكون في ترتيب، في حد مش هيتعب، في حد يعني ممكن يكون حد ناوي يعمل عملية فهتسافر معاه، حد ناوي ان انت تشوفه وحشك، الله اعلم. بس برضو ارجع واقولك ان انت واخد على خاطرك من اهل، واخد على خاطرك من اخ، وفي نفس الوقت انت في كلام على فلوس، في حد عايز يستلف منك فلوس وانت مش هترضى، فهيبقى في زعل. انت دايما على حق، انت دايما بتقول هم طمعانين فيا، دايما بتقول هم ليه بيبصوا لحاجه، الحاجه اللي مش بتاعتهم. مين؟ الست اللي عندك البنوتة، هي واحدة مش متجوزة. انا قلت لك ان قراءتك قوية جدا، عندك واحدة مش متجوزة، هي بينك وما بينها صلة، يا ريت تخلي بالك منها او تخلوا بالكم منها كويس جدا. في طرف ثالث بيتدخل، في يعني في طرف ثالث بيحاول يأذيها. لو انتوا عندكم واحدة انتوا بتحبوها، ممكن يكون في اسمها، هي بنوتة ما اتجوزتش، ممكن يكون في اسمها حرف الالف، حرف النون، حرف الياء، حرف الميم، فياريت تخلوا بالكم منها وتحافظوا عليها. البنوتة دي هي بتحبكم وبتحب لكم الخير، بتحبكم قوي، بس هي مش مدركة هي بتعمل ايه، فياريت تخلوا بالكم منها وتحاولوا تطبطبوا عليها وتحتووها. وافتكروا كلامي ده كويس جدا، بعض منكم هيقول لي انت بتقلقينا، انا مش بقلقكم، انا بقول لكم خلوا بالكم من الاشخاص اللي حواليكم. والبنوتة دي علشان هتيجوا وتكلموني عليها، هكون هرد عليكم واقول لكم افتكروا ان انا بقول لكم خلوا بالكم منها، مش هقول لكم راقبوها. لو انتوا عندكم بنت او اخت او صديقه مقربه، خلوا لي بالكم منها، افتكروا كلامي ان هاجي في يوم من الايام وافكركم بالكلام ده. في هنا اخ او حد، يعني في اخ عندكم، الاخ ده الله اعلم هو بيشرب سجاير او بيلعب قمار او ماشي في سكه من سكته. الاخ اللي عندكم ده ممكن يكون اسمه احمد، ممكن يكون اسمه يوسف، ممكن يكون اسمه خالد، محمود. خلوا لي بالكم من الاشخاص دول علشان دول اللي ظهر لكم. الاخ ده ماشي في طريق مش كويس. في كمان حد عندكم اتجوز على مراته، حد عندكم اتجوز على مراته ومراته عرفت او لسه هتعرف، وهتخرب الدنيا وهتقلب الترابيزة على الشخص التاني. قراءتكم قوية، قولولي تستاهل منكم كام. بسم الله، في واحدة عندكم جميلة قوي، حلوة بمعنى الكلمة، وانتوا بتحبوها، الست دي كويسة وبتحب لكم الخير فعلا، بس مادية شوية،
بتحب تطلب او مش بتطلب، بتحب الفلوس يعني. في هنا يعني قهر جوه قلبكم بسبب اللي انتوا اللي انتوا شفتوه واللي عايشين فيه. قولولي بقى، انتوا مستنيين سفر، عايزين تخلصوا ورق، يعني مستنيين تخلصوا مواضيع حياتكم. انا شايفه لك ورق سفر ليه؟ علشان شايفه لك خطوه فيها لبس مناسب، فيها حاجه مناسبه. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتكرهوا الكذب، بتكرهوا النفاق، بتكرهوا الخداع، بتحبوا حياتكم تكون مفتوحه وصريحه. بس اختياراتك في الناس اللي انتوا بتدخلوها في حياتكم غلط، فبالتالي لازم تزعلوا على نفسكم. حبوا نفسكم شويه وطبطبوا وما تبدوش حد على حسابكم. في كمان هنا بعض الالوان اللي انتوا بتحبوها، وفي كمان ام او حد، ام الشريك، ام الشريك بتتدخل في خصوصياتكم، بتتدخل في مواضيع ملهاش لازمه. ولو انت عندكم شريك من برج من الابراج الهوائيه معمول له سحر، لو انتوا تفتكروا الكلام ده كويس، لو انتوا عندكم شريك من الابراج الهوائيه اللي هي ايه؟ اللي هو برج الجوزاء، برج الدلو، تخلوا بالكم منهم. ليه؟ علشان دي ابراج هوائيه. تخلوا بالكم من البرجين دول، لو انتوا عندكم علاقه منهم عنده سحر، والسحر ده مخليه كاره الحياه كله. مين الشخص اللي من 30 ل 40 سنه عنده؟ ممكن يكون 35 34 36، من 30 ل 40 سنه بينكم وبينه ايه؟ في اعجاب او في حب، او ناويين يكون في كلام. انا شايفه في تشابك، ممكن يكون في استكمال خطوبه، استكمال مناسبه، الله اعلم. بسم الله، قراءتك بجد قويه وفرحتني قوي ان ظهرت لك حاجات كتيره جدا. يا هل انت بتفكر في الحاجات دي كلها عشان كده ظهرت لك ولا ايه؟ قول لي، فهمني بس. بسم الله، ناوي تشتغل على نفسك، ناوي تنجح، ناوي تقول انا خلاص، انا ما بقتش عايزه اتكلم مع حد، انا لازم اثبت وجودي بنفسي. وده بالفعل اللي هتعمله في اقرب وقت، هتثبت وجودك، ومش مش هتكون شخص سهل يضحكوا عليك ويستغلوك. انا مش شايفه لك اي خداع في حياتك، السحر هيتفك وقريب جدا كمان، وهتطهر بيتك وهتطرد من الشياطين من بيتك، بس انت عليكوا على الرقيه الشرعيه. وفي صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا التانيه، في علاج خده واشتغل على نفسك، وملكش دعوة بحد، وخليك نشيط. ولو عندك مشكلة في تساقط شعر، عندك حبوب في الجلد اللي بتظهر فجأة، والعلامة الزرقاء اللي بتصحى من النوم بتلاقيها، اركنها على جنب دلوقتي. اعمل برنامج لحياتك، عالج نفسك بنفسك، ما تستناش حاجة من حد. انت معروف ان انت متألق. الصحبة الغدارة اللي غدرت بيك اخبارها ايه؟ غدرت بيك اللي هي من حرف الألف، ظلمتك وغدرت وخانت. قريب جدا انت متحبش الشماتة، بس قريب جدا ربك هياخد لك حقك منها، وهتشوف بعينك وهتسمع. بس الصبر، اصبر كده واتقل، وهتشوف بنفسك ايه الاخبار اللي عندك. بسم الله ما شاء الله، في شخص هيتقدم ليكم، او شخص ناوي يتقدم هترفضوه ولازم يترفض. ليه؟ علشان شخص بيسمع كلام امه، وامه هي اللي ممشياه، او انتوا عندكم علاقه في حد امه ممشياه، وانتوا زهقتوا وقلتوا انا مش هقدر استحمل القرف ده. حصل منكم ولا ما حصلش؟ هيحصل وهتشوفوا. انت ناوي تستخير ربنا في موضوع، والموضوع ده قريب جدا هتستخير ربنا فيه، وهتعمل صلاة استخارة ما بين حدين، او ما بين قرارين، او بين موضوعين، وربنا هيختار لك الطريق الصح.
بس انت مشكلتك حاجة واحدة بس، ان انت بتحلم بكوابيس وبقطط وتعابين. القطط والتعابين بتدل ان انت عندك سحر في ارض بيتك، وعلشان كده بتخرج من البيت تبقى مبسوط، بترجع البيت كئيب وحزين ومش طايق نفسك. حصل منك ولا ما حصلش؟ قريب جدا هيكون في مناسبة حلوة، جهز نفسك. في هنا اتصال، في لقاء، في موضوع، في حياة هتتفتح جديدة وهتلعب معاك، وهتفتكر كلامي ده كويس جدا. نهاية الصبر جبر، ما تقلقش خالص، انت الدنيا هتظبطها الفترة اللي جاية، هتتظبط وهترجع وهتلعب، تبدأ تلعب معاك بشكل جديد. بس انت قول يا رب ان الله مع الصابرين، وبشر الصابرين اذا صبروا. فانت قلقان ليه؟ بص، الحد اللي بوشين اللي بيبخ سم على حياة كل الموجودين قريب جدا هتاخد حقك. تالت ومتلت، انت خلاص ما بقتش زي الاول، ما بقتش اللي هم عارفينه زي الاول، بالعكس بدأت تكون تحط رجلك على الارض، بدأت تثبت وجودك، بدأت تقول خلاص انا لازم اعمل سيستم جديد في حياتي، واعرف انت عايز ايه مني، عدوي ولا حبيبي، صديقي ولا مش صديقي. خلاص انت فاض بيك، فالايام اللي جاية هتبصم وهتعمل، هتتعلم تقول ستوب، هتتعلم تقول انا تعبت في الموضوع ده، هتتعلم تقول انا خلاص مش عايز اكمل. ما بقاش يهزك حاجة، خلاص هتبيع وهتمشي. وبدل ما هتقول انا ناوي امشي من الدنيا خالص، لا، انت هتبعد ناس عنك. شاركم بيها انفراجة حلوة، باذن الله انفراجة حلوة، بس دايما متربطين. بعض منكم بيعاني من مشاكل صحية، في خنقة، مش قادرين تاخدوا نفسكم، بتحسوا بضيق، حاسين بنفور من ناحية العلاقات العاطفية بشكل غير طبيعي. حرفيا الايام دي واقفين على تكة واحدة، حاسين ان روحكم بتتسحب منكم، في ضغط نفسي عليكم من ابراج نارية. عندك الابراج النارية مش متفقين فيها، عندك الابراج النارية بينكم وبينها نفور او مشاكل. ما تزعلوش مني، بس انا عايز اقول لكم ان انتم عامل لكم سحر تفريق، سحر وقفان حال، سحر تفريق وسحر وقفان حال. السحر ده هو اللي ملخبط حياتكم. بص، الست اللي قاعده ومرصوده في حياتكم تاذيكم وبتنقط عليكم سم، الست دي موجوده في حياتكم. انتوا حاليا في طاقه انتظار، حاليا منتظرين حاجات كتيرة جدا، لا اما منتظرين فلوس، لا اما منتظرين قرارات تاخدوها، الله اعلم. بس انتوا هنا عندكم طاقة انتظار، والست الخبيثة دي اللي بتحاول تأذيكم بشكل سريع بشكل مختلف، ان شاء الله بإذن الله الايام اللي جاية هتعرف تاخد حقك. انا دايما اقول لكم انتوا مقيدين، انتوا عليكم يعني في تقييد عليكم، في علاقة انتوا تعبانين فيها، في موضوع انتوا حيرانين فيه، بتحاولوا تخرجوا من اللي انتوا فيه بشكل مختلف، في كذا حاجة انتوا بتحاولوا تعملوها بس زعلانين. في هنا فشل في علاقة، او انفصلتوا بين انفصال، حصل انفصال مع حد، الله اعلم. انت الايام دي حرفيا ما بقاش يهمك نغمة التليفون، ما بقاش يهمك التليفون صامد ولا مش صامد، بقيت تشوف التليفون بيرن وما بتردش على حد. ليه؟ تعبت، تراكمات من الناس، خلاص ما بقاش عندك طاقة لحد، ما بقتش مستحمل اي حد. وفي نفس الوقت انت هنا عندك طاقة ندم، الله اعلم انت ندمان عليه، بس انا شايفة انه في ذكرى او في قرار انت خدته ندمان عليه، او ندمان ان انت خدت القرار ده بشكل مختلف. في كمان هنا انت حبيت حد غلط، او اخترت حد غلط، والحد ده انت خلاص حصل بينك وما بينه مشاكل، ممكن كمان تكونوا عملتوا لبعض بلوكات، ممكن تكونوا غيرتوا ارقام التليفونات، الله اعلم. بس المواضيع اختلفت واتبدلت 180 درجة حرفيا. في هنا كمان مفاجأة حلوة حد بيحضرها لك، مين الست الكبيرة
اللي بتدعي لك دايما ان ربنا يديك الخير، ان ربنا يشفيك ويعافيك، ودايما بتطبطب عليه ودايما كده بتاخدك في حضنها وبتقول لك ربنا يصلح حالك. نوع السحر اللي معمول لكم ممكن يكون سحر مرشوش قصاد البيت. البعض منكم يا ريت يبص كويس جدا قدام عتبة بيته، وممكن البعض منكم يكون معمول له سحر اسود سفلي، سحر مدافن، سحر اللي هو بيدمر الانسان خلال فترة معينة. شايفة ان انت هتكتشف الست التخينة، الست القصيرة، الحقودة، الحسودة اللي بتجدد لك الاسحار. ممكن يكون كمان طرف ثالث متدخل في حياتك بيأذيك. في هنا شاب، الشاب ده في حدود يعني ما بين، يعني ممكن يكون 25 26، ما بين ال 25 وال 30. الشاب ده ممكن يكون مخنوق، الشاب ده ممكن يكون في ضيق، انتوا واقفين جنبه او هتقفوا جنبه وهتساعدوه، وان شاء الله باذن الله ممكن اللي في ايدكم هتعملوه، انتوا بتحبوا تعملوا الخير بشكل كبير جدا. في هنا متابعه، انتوا متابعين حد او حد متابعكم، انتوا بتبصوا على حد اتفرقتوا، الله اعلم، بس في عندك متابعه وفي كلام وفي مواضيع. مين الابراج الهوائيه اللي بينكم وبينهم كلام او مستنيين منهم حاجه؟ ابراج هوائيه، هنا في خطوبه، في زواج، في لم شمل مع اقارب، في لم شمل مع احبه. انا شايفه ان انتوا هتكونوا منصورين، او انتوا عايزين ترفعوا يعني خلاص تاخدوا قرارات حاسمة الأيام اللي جاية. شايفة كمان إن في حد عندك بيشكي من رجليه، شخص أو ست أو حد هو بيشكي من رجليه، رجليه وجعاه، دايما بيحاول يكشف، دايما بيحاول إن هو يعمل كذا حاجة. في رقم 5 عندكم، إيه اللي بينكم وبين رقم 5؟ طيب الأبراج النارية تخلوا لي بالكم منها كويس جدا، علشان بينكم وما بينها نار، بينكم وما بينها دم، بينكم وما بينها مشاكل، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من الابراج النارية اللي موجودة في حياتكم. في هنا كمان نقط على الحروف انتوا هتحطوها الايام اللي جاية علشان عايزين تجمع. لو البعض منكم بيحس بالاعراض دي ياريت فورا يكتب لي في الكومنتات. انتوا بتصحوا من النوم مخنوقين، متضايقين، مش قادرين تاخدوا نفسكم، بتصحوا من النوم صداع، بتحسوا ان انتوا كنتوا في حاجة مضايقاكم، بتحسوا ان انتوا كنتوا في كده كأنكم كنتوا في جبل، طالعين جبل، مش قادرين تاخدوا نفسكم، كسل وخمول. دي لمسة عاشقة، اللمسة العاشقة دي هي اللي بتوقف حالكم، اللمسة العاشقة دي هي اللي عاملة لكم عراقيل، هي اللي مخلياكم مش قادرين تستكملوا في اي حاجة، وخصوصا الشغل او خصوصا العلاقات العاطفية. طيب مين الست الحقودة الغيارة، اخت او مرات اخ؟ بص، حقودة وغيارة. مين كمان الشخص اللي ناوي يعمل عملية او هيعمل او عملها بالفعل؟ يعني هو في حد عندك هيعمل عملية، والحد ده انت هتكون زعلان عليه قوي علشان هو يخصك او بينك وما بينه صلة. في قرار هنا انتوا عايزين تاخدوه وحيرانين فيه، حيرانين في القرار ده انتوا عايزين تاخدوه، هتاخدوه بشكل مختلف. والست الكبيرة اللي بتعاني من تعب ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيها. في كمان هنا طاقة حزن، طاقة الحزن دي ليه؟ انتوا زعلانين على مين؟ انتوا زعلانين على حد او واخدين على خاطركم من حد؟ الله اعلم، بس انتوا هنا عندكم حبة زعل، والزعل ده انتوا يعني واخدين على خاطركم قوي، انتوا طيبين قوي، واللي في ايدكم مش ليكم، ودي صدمة كبيرة. حاولوا توازنوا اموركم وما تدوش زيادة عن اللزوم، كونوا حكيمين في تصرفاتكم. في كمان ابشرك واقول لك ان انت باذن الله هتكون منصور. ليه هتكون منصور؟ علشان هنا انت عندك استكمال موضوع، او عندك استكمال هدف، استكمال نجاح، الله اعلم انت ناوي على ايه، فالمشروع اللي انت ناوي عليه هيكمل من غير اي كلام.
فما تقلقش من اي حاجه، اكيد ربنا هيكرمك الفتره اللي جايه مع تغيرات جذريه. اتمنى لك السعاده والهنا، بس بلاش التراجع، بلاش اي مشكله سلبيه تقف في وشك وتحطها في بالك، لا كبر دماغك خالص على قد ما تقدر عشان خاطر الانفراجات الحلوه قريبه جدا منك، او هيكون في كلام كتير بينك وما بين حد قريب جدا الفتره اللي جايه. حياتي ليك واتمنى لك الخير والسعاده.